الحاليه للموضوع كيف يتم يعني تحديد الوسيله المنهجيه يعني بالطريقه يعني بمعنى البرنامج الكريم بمعنى برنامج معين برنامج خطوات معينه. ثالثا او رابعا كيف يتم حصر الوسيله المصدريه والوسيله المرجعيه لانجاز بحث، ثم بعد ذلك كيف يجب ان يختم البحث بحسب نتائج البحث. هذا هو الذي تم الحديث عنه في الصلاه، ما هي الاشكاليه، ما هو كيف يتم اختيار الموضوع، كيف يتم وضع عنوان للموضوع، كيف يتم وضع بيبلوغرافيا للموضوع، كيف يتم وضع منهج يعني اجرائي للموضوع. ولكن كاين منهج اخرى، كاين معنى اخر للمنهج، معنى اخر للمنهج هو عندما ننجز بحثا كيفما كان في اي موضوع وفق تيار معرفي معين، وفق مدرسه معينه، وفق مدارس معينه، وفق اختيار معرفي ربما خلفه تاثير ايديولوجي اما بصفه عامه اتجاه مثالي، اتجاه مادي، اتجاه استقرائي، استنباطي، تحليلي، الوصفي الى غير ذلك. هذا الكلام هذا ما تمش حلال، لان من هنا عندنا جوج المعاني، المعنى البسيط والمعنى الفلسفي المعرفي. دائما تنتكلموا دائما تنخلعوا عباد الله القيد المنهج 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 ماشي منهجي ماشي كذا ماشي كذا، ولكن واش تعني المنهج بالمعنى البسيط الكلمه؟ اي ان خطوات المنهجيه التي تم من خلالها انجاز موضوع غير مبرمجه غير منتظمه، فيها تناقض، فيها نوع من اللي كان خصو يكون في الثاني جا هو الاول والرابع جا هو الخامس الى غيره، هذه معنى المعنى البسيط. او ان العمل ديالك ما عندوش شي معالم ديال منهج معين، انه اختلطت فيه المناهج، او انك لا تعي المنهج الذي تتبعه، او ان مدرستك المنهجيه غير معروفه الى غير ذلك. هذا خص الانسان يكون عارف الفرق ما بين المنهج بالمعنى البسيط والمنهج بالمعنى يعني نوعا ما المركب. الموضوع الثاني اللي باغي ندخل فيه لان كاين شويه ديال الاستعجال وهو الفلاني جالس يعرف الله عليه الموجهات العامه ديال البحث. هذا الحديث على الخطوات المنهجيه. الموجهات العامه ديال البحث يعني البوزيسيونمون ديال الباحث، كيف يتم موضعه او موقعه الباحث من درس القشره ديال البحث، كيفاش دار هذا البحث؟ هو عباره عن حال، حال من الاحوال، ما هو لا جمع فلوس ولا تحايل على شي حاجه ولا بيع وشراء شي سلعه ولا شي حاجه، هو حال يركب الانسان، يعني واحد كما تيقولوا باللغه المبتدا لا شوكه تذكر الانسان، تيولي مبلي بالبحث، كيفاش هو يولي يلبس هذه الحاله هذه؟ باش اولا يتلبس، يعني يتلبس بها النقطة الأولى وهو أن الطالب الباحث والباحث فيما بعد أن يدرك أنه في مقام البحث، في مقام باحث، يدرك هو هذا المقام، وهذا المقام شنو الصفات ديالو؟ هو أنه يدرك بأنه انتقل من حالة ديال استهلاك المعرفة، من حالة ديال الترقي، إلى حالة اشتغال بالمعرفة، إنتاج المعرفة، مراقبة المعرفة، نقد المعرفة، تكوين المعرفة، واللي هو هذا هو الديدن ديالو. إذا ما دركش هو هذا الانتقال، لكن الأساتذة مازال ما دركوش هذا الانتقال، هذا النوع من النقلة النوعية في حياتهم، ومازال يتعاملوا مع السلط، باقي السلط كلها مفروضة عليه، فيما بقى شي كثير يعترفوا بأنه هو مازال يتيأخذ منه. لا، خصك تولي أنت باحث، أنت وليتي عندك واحد المهماز، عندك واحد السائس معين، يعني يسوسك وتجعلك أنك تزن الكتب والمصادر والمراجع والمعلومات هذا بواحد ميزان معين، أنت تولي عندك ذاك الحبر، ذاك الصنعة، المهنة، المهارة، والخبرة ديال التعامل مع عملية المعرفة. إذا ما درتيش هذا المقام هذا، راه غتبقى دائما في حالة التلمعة مطلقة، وأنك ما عمرك غتبدع، ما عمرك غتكون عندك الجرأة الكافية، والحب الكافي لهذا العلم، والمتعة الكافية في ممارسته. النقطة الثانية هو أن لكي يكون العمل يعني ناجحا، ويكون الطالب باحث مبدعا في بحثه، يكون عنده مشروع. يكون عنده مشروع، عنده قضية. عنده قضية يشتغلوها، هذا المشروع هذا هو اللي سيأطل العمل ديالو. ومزيان يكون مشروع له ما قبله وله ما بعده. وانا سمعت شي حالات ديال السلم جا وغيرها في متاع الصباح اللي عجبتني، هو ان الطالب من يعني حسن حظه وحال يعني من الحالات المثاليه اللي ممكن يوقع فيها هو انه ينجز واحد البحث يعني متسلسل. يعني على الاقل من الاجازه، ان لم يكن من الاجازه يكون في الماستر ثم يكون في الدكتوراه، يقول لي هو البصمه ديالو. الى غير ذلك ان الباحثين ما تيوصلوش لواحد المستوى ديال انهم يجي ينجز البحث ديالو في واحد الميزان معين، ممكن الدراسات الاسلاميه في التاريخ والفلسفه والجغرافيا، انهم يتكلموا بلغه غير تخصصيه. يعني جميل جدا ان يصل الانسان في ممارسه البحث الى ادراك هذا المقام ايضا، ان تعرف بان التاريخ له لغته، ان الدراسات الاسلاميه لها لغتها، ان كل الاجناس ديال البحث انها على واحد اللغه، وهو من خلال يعني الانشاء ديال البحث ديالو والكتابه ديال البحث ديالو يعني اكتسب هذه الصفه الجميله، انه يمارسوا ويكتبوا وينجزوا
لغة تخصصية تنتمي إلى ذلك الحق المعرفي بمفرداته بقاموسه إلى غيره، ذلك من الأشياء التي تميزه عن غيره. وخامسا هو لغة الكتابة، لغة يعني لغة البحث، يعني لغة البحث، لغة البحث أن لغة الكتابة أن تكون تخصصية، ولكن لغة البحث أن تكون متنوعة، لغة الكتابة أن تكون متخصصية تنتمي إلى حق المعرفي الذي تكتب به، ولغة البحث أن تكون متنوعة. تنحظى أيضاً عدد من إحدى الطلبة ديال التاريخ اليوم علمانيين ماشي بحالكم نتوما تا هما راه تيكتبوا عام لغة وحدة مونولوغ، تيكتبوا عام لغة وحدة، يعني واحد عندهم لا هما هذا عيب منهجي عيب معرفي. يعني أنا أتحدى الطالب اللي تيكتب بلغة وحدة يعني باش يكون يعني مبدع غاية الإبداع التي يجي، لأننا نعرف بأن المعرفة ولو كانت حتى في الدراسات الإسلامية أن تتجاوز اللغة الواحدة، أن يكون لغتين ثلاثة على الأقل لغتين ثلاثة باش يكون الإنسان مبدع. إذن في الكتابة تكون لغة تخصصية، وفي البحث تكون تعدد اللغات لأن هذا أمر يعني ضروري جدا. سادسا وهو التواضع العلمي. التواضع العلمي ماذا يعني؟ ماشي أنك تولي بغي في حاجة، لا، التواضع العلمي هو أنك تآمن بأنك العلم تخضع إلى خصيصة ما يسمى بالتراكمية. بالتراكمية كما يقولون أننا لا نرى أبعد من قبلنا إلا لأننا نقف على أكتافهم، وأنت خصك تعترف الفضل بفضلهم. ومن الناحية العلمية ما كاينش ماشي أدبي ولا أخلاقي، لا علميا ما عمرها تبدا من الصفر، ما كاينش علم تبدا من الصفر، وتآمنت بهذه المسألة هذه وتقتنع بها، ويحدث عنك التواضع الكافي باش أنك أنت تستشر أهل العلم من الأموات ومن الأحياء، وأن يوضع في تقريرك جملة اللقاءات العلمية التي قمت بها في الرباط في الدار البيضاء هنا هناك ثم بالخارج، وتوثقها وتبين كيف أنك تواضعت وأنك آمنت بأن عمل الاستشارة العلمية وعمل الاحتكاك بالعلماء، عمل الاحتكاك بالعلماء هي أمر يعني ضروري لنجاح العملية العلمية. سابعا هو ذاك الاعتزاز الذاتي. مش اعتزاز ذاتي مش التكبر، لا، يعني الاعتزاز ذاتي بالذات هي المسألة الباحث ونبل مهمة وشرف مهمة التي تقوم بها، لأن ما تلقوش باحثين غير مع الشارع ولا مع الإجزام قادرة فتنجي لا يجزل، ولذلك تحس برأس بأنك تنتمي إلى جماعة اسمها الفرنسية لا سوسيتي سافونت، بأنك طاقم هذه الأمة طاقم هذه الإنسانية، وبأنك شريف وتكليف بأنك هذا واحد، وأنك يجب أن تكون المهمة. واحد إشارة تقنية أو كل مكونات البحث، كل مكونات إلى الإشكالية إلى المصادر إلى المنهج إلى غير ذلك حتما وضع متحركة لا تستقر نهاري تتوقفها، ولكن هي عين ما تبوش بأنني غنوضع واحد العنوان ولا غنوضع واحد التمرين ولا واحد بحث عن المادة وعملت احتكاك بالمادة ومع المدة إلى غير ذلك أنك في عملية إنضاج ونضج مستمرة، وبالتالي كل مكونات البحث أنك في حالة متحركة. غادي نختم بهذا الكلام الذي سمعت من الإخوان. الموضوع الأول ربما كان موصل شي شوية وما ربما ما شديت فيه حتى شي حاجة وما عرفتش شنو ربما اللي حتى شي نزلو. بالنسبة للسي عبد الرحمن النجا يعني تم انتباه ديالي واحد دراسة بالتقصير، دراسة بالتقصير، وأنك سجلت الموضوع ديالك باسم البحث وستناقشه كبحث، وأنك باحث وستستعمل صفات الباحث، لكن هناك فرق نوعي ما بين الدراسة إنتيد وبين الغوشيغش. الإنتيد درت عمل هواية، هي عمل تطوعي، عمل غير إشرافي، عمل لا أكاديمي، وقد يكون أكاديمي ولكن يعني تنسى بصدد بحث وليس بصدد بحث وليس بصدد يعني دراسة. جمع مادة كل باب على حيل هو أن البحث قاعدك الارتيكولاسيون ديال البنية متعاضدة، وبالتالي لا يعني يجي ماجي المال كيفاش أنك تكون عندك في القدرة تكون خيالية بحقا، إذا استطعت أنك تضبط كل باب باب وتجمع له عين المادة ديالو وتغطيه وتقول أنا سرت من الباب وسرت من جمع المادة وغندوز لآخر. أنا يجي ماجي المال هذا السبب. واش واحد جوج دقائق؟ واخا صافي مزيان إذا ما يمكنش. وأعجبني
أعجبني عنده الكلمة اللي تكررت عنده في الكلام ديالو كثير، وأظن أنه يعرف بين المحضر والمرجع. مزيان هذه قليل من الباحثين وخاصة اللي ما كانوش في التاريخ يكونوا في الدراسات وغيرها، ما عندهمش العقلة ديال المصدر والمرجع، ولكن هي مزيان تكون. حنا عندنا كاين حنا اللي خصك تفرق ما بين المصدر والمنطق المصدر. ولكن بالنسبة لكم أنتم أن تقولها أنت وأظن أنك تدرك معناها، فهذا شيء يعني يحسب لك. أتاني واحد المسألة قلت لي أن كيفية التعامل مع باب منجز، وهذا كما قلت أنك هذا تبدا جمع هذه ديال جمع المادة على حدة كل باب، على وهذا هو منين جاي المشكل، هذا منين جاي المشكل. راه يستحيل أنك تنجز واحد الباب وتلقى بأنه منجز، لأن هذاك الباب تتبعه أكيد أنه نشاز. أنا أزعم أن ذلك الباب أنه ذو طبيعة تقنية محضة، أو أنه مفارق للبروسيسوس للبحث. وإذا كان يشكل جزء صميم من البحث ما يمكنش يتشابه مع شي واحد. احنا كاين واحد بين سنين جوائز الخدمة ديالك، هذا اللي كنت ندير يعني تصميم حقيقي يعني كامل متكامل متعاضد يفسر بعضه بعضا ويلاحق السابق إلى غير ذلك. يستحيل باش يكون هذا الباب هذا عزلو شي واحد ونجزو شي بلاصة أخرى وبقيت أنت جالس باش، راه ما يمكنش. كاين عيب منهجي تما، كاين تغرق لا ماشي مشكل. احنا نشرح لك واخا شباب الوضعيه تصدر وصحه اكثر من يلا صافي ماشي مشكل. بالنسبه للسيناريو الصديق ديالي فانا عجبني هاد هذو كلهم اصدقاء. لا ماشي حتى لا حتى تحدثت معاه في هذا الموضوع اكثر بالمام هذا كله ماشي اصدقاء ديالنا ابناء ديالنا. راه دابا تيجيو تيقولوا واش هاد الاستاذ شاب وعام وكيف عليهم انا 20 عام باش تلاقينا معاهم وكو عاود سيتونا بدا واحد شويه ديال الفيلم وجينا هنايا على شي شويه ديال الصوره وبقى دينا الشغل وجينا ولكن الحمد لله دابا حسنا ما ندوا هادشي اللي كاين. دابا كاع اصدقاء ديالنا راه 20 عام حنا تنديرو معاهم القي ديال انا بغيت غير نميز راه كاين السلام الطبيعي وكاين السلام المحروس وكاين السلام المفروض. يمكن عندو هاد التراتبية هاد نوع التراتب سلام طبيعي غير محروس وسلام محروس وسلام يعني مفروض. تقولوا مثلا السلام الروماني السلام العثماني باكسا رومانا باكسا اوتومانا باكسا امريكانا راهو السلام الذي تريده امريكا وتطبقه، السلام الذي تريده روما وتطبقه. وكاين السلام الطبيعي اللي هو معطى عادي وكاين السلام اللي هو محروس اي السلام الذي يعني تحرسه يعني الجهات التي يعني تريده. بالنسبة للإشكالية أنا أعرف أخشى أنك بالنسبة لكاع الدراري ديال الدراسة أنا تعاملت معهم في المدة الطويلة وتعرف يعني نقاط قوة ربما عندهم بعض الأشياء اللي ف لا لا ماشي نقاط لا 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 حيث الخاف أنك ما تستحضرش يعني الخلفية التاريخية لما يكفي لأنك يعني قبل التساؤل عن الحاضر وخصك تسال الماضي ملي تقول واش القران خطاب قراني يعني التوجيه القراني الى غير ذلك واش كافي بانه يعطي الكلمه ديالو في نوعيه السلام السائد الان وانه يكون يعني الحل ديال هذا خصنا نقولوا للفيلم خصنا نستحضروا لان عنده 14 سنه 14 قرن قبل ان نتساءل عن الحاضر يجب ايضا يعني اخذ العبره واخذ المشروعيه ديال هذا العمل هذا ايضا من المخصص الى السلام. اذا انا اريد ان اختم بكلمه واحده صافي غير نص ساعة لا غير واحد يتسناو الطلبة لا لا عامس أنا يعجبني في هذه المناسبة أن أقرأ عليكم نص لواحد من المسلمين الموسوعيين الذين كتبوا في هذا الميدان ديال المنهج الذاتي بالمعنى الفلسفي المعرفي للكلمة بالمعنى الإشكالي بالمعنى الإشكالي منذ أربعة قرون قائما ويفعل وهو الباحث او المؤلف حاجي خليفه وهو تركي بالمعنى المعاصر للكلمه وعثماني بالمعنى السابق للكلمه. قال في كتابه كشف الظنون في عن اسامي كتب الظنون قال في موضوع المؤلفين والمؤلفات وهو يريد يعني يشرعي هذا البحث كيف يكون البحث يكتسي مشروعية لماذا نبحث على ماذا نريد نجيب ونحن نبحث أي دور وظيفي لعملية البحث. يقول ثم أن التأليف على سبعة أقسام ثم أن التأليف كلامه جميل جدا ثم أن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف
لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها. ما كاين شي واحد فماشي عاقل. لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها، وهي إما شيء لم يسبق إليه فيخترع، شيء لم وهي إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص فيتممه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره، دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه صاحبه فيصلحه. والسلام عليكم ورحمة الله.